أهلا بكم من جديد. قال سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني أن مشاريع شؤون الأشغال التي تم اعتمادها في الميزانية العامة للدولة 2015-2016 بلغت 150 مشروعا تمثلت في إنشاء وصيانة الطرق ومشاريع الصرف الصحي بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المباني. وأضاف الوزير خلف في معرض رده على سؤال نيابي أن مشاريع شؤون البلديات التي تم اعتمادها في الميزانية العامة للدولة بلغت 53 مشروعا توزعت على إنشاء وتطوير الأسواق والتقاطعات والحدائق والمنتزهات والساحات الشعبية والمماشي، بالإضافة إلى تجميل الشوارع وتنمية المدن والقرى.